بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر مع درس من دروس البلاغة، والدرس بعنوان الاقتباس والتضمين. فالاقتباس والتضمين هما من المحسنات اللفظية. يوجد عندنا محسنات معنوية ومحسنات لفظية، فالاقتباس والتضمين هما من المحسنات اللفظية في الكلام. الآن هنا كما تشاهدون معنا مجموعة من الأبيات الشعرية، نريد الآن من خلالها أن نوضح ما هو الاقتباس وما هو التضمين. الآن نأتي إلى الشاهد هنا في الأبيات. هنا قال الشاعر عمر الخيام، ركزوا معي الآن: سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة. نأتي الآن، لاحظوا، إلى البيت الثالث: يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. الآن هذا، لاحظوا هنا، عندنا هنا شيء يسمى اقتباس. الآن ما معنى الاقتباس أعزائي الطلبة؟ نأتي الآن هنا، عد إلى الأمثلة السابقة واقرأها متأملا إياها، ماذا تلاحظ فيها؟ لاحظوا الأبيات الذي افتخر فيها عمر الخيام، يوجد فيها كلمات بعض الألفاظ هي أشد إضاءة من ألفاظ أخرى، يعني يوجد ألفاظ يعني مهمة وممكن رآها الطالب أو القارئ أكثر من غيرها في نفس الأبيات. حاول أن تكتشف تلك الألفاظ، ماذا تجد؟ لو أتينا هنا أعزائي الطلبة كما قلنا قبل قليل هنا: ويأبى الله إلا أن يتمه، لاحظوا هذا: ويأبى الله إلا أن يتمه. هذا من أين أخذه الشاعر عمر الخيام؟ ومن أين أتى بهذا اللفظ وبهذا الكلام؟ هنا ألا تجد أن الشطر الثاني من البيت الثالث، وهو هذا الشطر الثاني من البيت الثالث، القسم الثاني، الآن أن الشاعر أخذه من أين؟ من ألفاظ القرآن الكريم، لأنك تقرأ سورة التوبة قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لاحظوا هنا عندما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وماذا قال أيضا؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ارجعوا معي أعزائي الطلبة، ويأبى الله إلا، ماذا قال هنا؟ ويأبى الله إلا أن يتمه. فهذا الشاعر أخذ هذا اللفظ واقتبسه من أين؟ اقتبسه من القرآن الكريم، من سورة التوبة. وهذا اللون البديعي، ركزوا معي، وهذا اللون البديعي في بلاغتنا العربية يسمى ماذا؟ يسمى اقتباسا، وهو عنوان الدرس الاقتباس. ما هو تعريف الاقتباس؟ وهو أن تعمد، يعني أن تذهب إلى شيء من ألفاظ القرآن الكريم وتدرجه، أي تدخله ضمن كلامك، سواء كان هذا الكلام شعرا أو نثرا. لماذا؟ تزيينا، لكي أزين لنظامه، أو تضخيما لشأنه. يعني أنا عندما آخذ ألفاظ من القرآن الكريم وأضعها في كلامي أو في شعري، فأنا هنا أزين شعري وأزين كلامي وأضخم شأنه، إذن هذا يسمى اقتباسا. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى الأبيات التالية، لاحظوا معي هنا الأبيات باء. قال أحد الشعراء يصف الأخلاق: فلو كانت الأخلاق تحوى وراثة ولو كانت الآراء لا تتشعب لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى، كما أن كل الناس قد ضمهم أبو، ولكنها الأقدار كل ميسر بما هو مخلوق له ومقرب. الآن لاحظوا هنا البيت الأخير، لاحظوا البيت الأخير ماذا نجد به؟ لاحظوا هنا الآن، قرأنا الآن الأبيات التي يصفها الشاعر عن الأخلاق، لاحظوا هنا، إذن هنا فالبيت الأخير من هذه الأبيات اقتبس الشاعر لفظه ومعناه مع تغيير بسيط. من أين؟ من قول رسولنا الكريم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما خلق له. نرجع مرة أخرى، لاحظوا هنا
ولكنها الأقدار كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب. الشاعر أخذ هذا اللفظ من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مع ماذا؟ مع تغيير بسيط. الآن لاحظوا هنا، والأخذ من الحديث النبوي الشريف كالأخذ من القرآن الكريم، في كلامنا شعرا أو نثرا ماذا يسمى أيضا؟ يسمى اقتباسا. إذن فالاقتباس يكون من القرآن الكريم، يعني أخذ شيء من القرآن الكريم ووضعه في كلامي شعرا كان أم نثرا، وكذلك الأخذ من الحديث النبوي الشريف. الآن كيف، الآن معظم الطلبة يقولون هذا النظام وهذه الأسئلة على الاقتباس والتضمين صعبة ولا نستطيع أن نحدد. نعم أعزائي الطلبة، لاحظوا هنا، ولكن تذكر دائما كما أن الشاعر يفتقر لممارسة هذا الفن إلى ثقافة واسعة، إذا يحتاج هذا الشيء إلى ثقافة واسعة، فإن القارئ أو السامع يحتاج كل منهما إلى ثقافة لاكتشافه، أي لاكتشاف الاقتباس. وقد يعمد الشاعر أو الكاتب إلى تغيير الأصل، وهذا لا يؤثر في الاقتباس. إذا هذا يحتاج من الطالب أو من القارئ أو من السامع ثقافة واسعة حتى يستطيع أن يكتشف الأحاديث النبوية والآيات الكريمة، ويعرف أن الشاعر أخذ منها. إذا الآن عرفنا ما هو الاقتباس وعرفنا ما هو التضمين. الآن نأتي ما هو الاقتباس، وقلنا نوعان، هو اقتباس من القرآن الكريم واقتباس من الحديث النبوي الشريف. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن التضمين. لاحظوا هنا معي في المثال، قال أبو مسلم الروحاني البهلاني: سائر بالجد حتى نلته، كل من سار على الدرب وصل. هذا الآن قد يأتي الطالب ويقول: هل يوجد اقتباس هنا؟ هل يوجد تضمين؟ لا يستطيع الطالب أن يعرف ذلك إلا إذا كان عنده ثقافة واسعة. فأبو مسلم البهلاني هنا أخذ هذا الكلام، وهو الشطر الثاني من البيت: كل من سار على الدرب وصل، من شاعر قديم سابق، وهو اسمه من؟ ابن الوردي. إذن تأمل كلام أبو مسلم البهلاني ستجده ضمن، يعني أدخل البيت كلاما ليس من كلامه، وإنما استعاره من شاعر آخر أقدم منه، وهو ابن الوردي. قال ابن الوردي: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. إذا لاحظوا ماذا فعل الآن أبو مسلم البهلاني، أخذ هذا الكلام كل من سار على الدرب وصل من الشاعر الذي سبقه، وهو ابن الوردي. إذا وهذا اللون نسميه ماذا؟ نسميه تضمينا، وهو يفترق عن الاقتباس في أمر واحد. ما هو الفرق؟ هو أن الاقتباس يكون من أين؟ يكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية. أما التضمين فهو يكون من سائر الأدب، يعني لو أخذ الكاتب من كاتب قبله، أو لو أخذ شاعر من شاعر قبله، هذا يسمى تضمين. لكن لو أخذ من القرآن الكريم أو من الحديث النبوي فهذا يسمى الاقتباس. لاحظوا هنا الخلاصة، هو أن تدرج، يعني أن تدخل شيئا من القرآن أو الحديث الشريف في الكلام، سواء كان هذا الكلام شعرا أو نثرا، دون التنبيه عليه للعلم به. يعني أنا عندما آخذ كلام أو ألفاظ من القرآن الكريم أو من الحديث، لا أذكر في الكلام أن هذا أخذته أنا من القرآن أو أخذته من الحديث، لأنه معروف ومشهور. أما التضمين هو استعارتك، يعني أخذك الأنصاف، يعني نصف بيت، والأبيات أو بيت كامل من غيرك، وإدخالك إياه، يعني أن تدخل هذا البيت أو نصف البيت في أبيات قصيدك أو نثرك. إذن التضمين يكون من غير القرآن ومن غير السنة النبوية. الآن نأتي إلى حل التدريبات. لاحظوا هنا، فرق بين الاقتباس والتضمين في الآيات في الأمثلة التالية. هنا ركزوا معي أعزائي الطلبة، معنا هنا أولا: قال أحدهم ناصحا: اغتنم فؤادك الفاحم قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. يعني ينقض هذا الكلام، الدنيا، لاحظوا، جدار يريد أن ينقض، هذا اقتباس. لاحظوا هنا الإجابة، هذا اقتباس من القرآن الكريم من سورة الكهف، عندما قال: فانطلقا حتى إذا لقيا جدارا
يريد أن ينقض فأقامه. لاحظوا، إذن هذا الشاعر اقتبس هذا الكلام من القرآن الكريم من سورة الكهف. أما في المثال الثاني، لاحظوا هذا كله أخذه الشاعر ممن؟ من شاعر قبله، وهو اسمه امرؤ القيس. لاحظوا هذا تضمين، وقلنا إذا كان الأخذ من غير القرآن ومن غير الحديث يسمى تضمين. إذن هذا الأشطار وأعجاز الأبيات هذه كلها لشاعر سابق اسمه امرؤ القيس. إذن لاحظوا، الآن نأتي هنا إلى السؤال الثالث والرابع. في الثالث لاحظوا هنا قال: ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. هنا الشاعر اقتبس شيئا من القرآن الكريم، وهو اقتباس من سورة ماذا؟ من سورة الطارق، والآية تقول: يوم تبلى السرائر. وفي المثال الرابع اقتباس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. لاحظوا هنا قال الشاعر: خالق الناس بخلق حسن. الآن نأتي إلى السؤال التالي: اقتبس من النصوص الآتية مع الإجادة والإحكام. يعني الآن معنا هنا نصوص، نريد أن نستخدم هذه النصوص ونقتبس منها ونضعها في جمل. المثال الأول قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. الآن الإجابة، لاحظوا هنا: لتكسب عدوك ادفع بالتي هي أحسن. لاحظوا ادفع بالتي هي أحسن، هذه اقتبستها الآن من الآية الكريمة. أيضا في المثال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أريد أن أقتبس من هذا الحديث في جملة: لا تتدخل في أمور الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنا المثال: جئت والدي لينصحني فقال. لاحظوا هنا الأب اقتبس من الحديث النبوي الشريف وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تسعد في حياتك. إذن الاقتباس هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي المثال الأخير هنا القول: ولا ينبئك مثل خبير. هذه جزء من آية، فقال هنا المثال: إذا أردت الجواب الصحيح فاسأل الأستاذ لأنه لا ينبئك مثل خبير. إذا تم الاقتباس بهذه الطريقة من الآيات والأحاديث السابقة. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الشرح وحل التمارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.